بجدد التحية بيك يا كابتن فاروق وبضيوفك وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات كابتن وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة. كابتن وليد برحب بيك في البداية، وأكيد مباراة مهمة ومباراة قوية ما بين الأهلي ومقاصة، عايز أعرف استعدادات كل هذه المباراة كانت إزاي؟ أكيد طبعا أي مباراة مع الأهلي أكيد بتبقى مباراة هامة، وفي نفس الوقت يمكن من مباراة خاصة مباراة الأهلي والزمالك اللعيبة بتبقى أكثر تركيزا يعني فيها. طبعا احنا بنستعد للمباراه ديت من بعد مباراه الاسيوطي، خاصه ان دي اول مباراه هيبقى فيها الاضافات الجديده. يمكن غالبا في التشكيل في ثلاثه جداد في البديل النهارده، وفي احمد مجدي احتياط، يعني في الكابتن صلاح عاشور غالبا، والكابتن احمد محمد الدسوقي، والكابتن شبيطه موجودين في التشكيل النهارده. فبنعمل من الله عز وجل ان الاضافات ديت تبقى باذن الله اضافه قويه للنادي، ونعدي الفتره الصعبه اللي فاتت، اللي احنا يعني كنا لاعبين 6 مباراة من بعد مباراة النادي الاهلي اللي كانت مؤجلة وكسبناها، ان احنا لعبنا 6 مباريات في 3 تعادلنا فيهم وفي 3 اتهزمنا فيهم. مباراة الكاس ايضا امام مقاولين خسرتوا فيها ضربات جزاء. ومباراة الكاس طبعا دي خسرناها بضربات الجزاء. فبس بنعمل من الله عز وجل ان شاء الله ان النهارده تكون عودة الثقة للاعبتنا باذن الله، ونكسب باذن الله رب العالمين. التعثر اللي حصل لكم بعد مباراة الأهلي بالتحديد شايف أسبابه إيه من وجهة نظركم؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هو بالنسبة لنا كان في إصابات كتير في الفترة اللي فاتت دي. أولاً يمكن في حاجة محدش واخد باله منها، إن إحنا بنلعب بره أرضنا طول الموسم عشان في شغل في استاد الفيوم، تمام؟ ده بالتالي مأثر معانا. إحنا السنة اللي فاتت لاعبين 14 مباراة في الفيوم، كسبانين 11 مباراة، 33 بونت، واخدين 33 بونت في ملعبنا من 14 ماتش، تمام؟ فبالتالي يعني ده احد العوامل. الحامل الثاني ان احنا عندنا اصابات، يعني حسني فتحي عمليه، في كان كابتن مودي برضو بعدها اتصاب، يمكن اول مره يرجع برضو، في طبعا كان جون انطوي كان اتوقف مباراه، يعني في غيابات ما كانش عندنا البدائل على قد الاساسيين الموجود. فكنا بنقول ان احنا في شهر 1، وديت حتى من بدايه الموسم والتعثرات اللي حصلت كنا بنقول ان احنا هنعمل دعم ان شاء الله في شهر 1، دعم كبير لمعظم خطوط عند ومراكزنا في فعملنا يعني 6 صفقات في شهر 1، منهم برضو في هارون السنغالي ده، بس لسه بتاعته ان شاء الله على وصول، وده برضه هيبقى من المفاجآت الكبيره في الدوري ان شاء الله. عملتوا زي ما بتقولي لحد الان 6 صفقات في شهر يناير الجاري، هل في صفقات اخرى بصدد ان انتوا تتعاقدوا معاها خلال الفتره الجايه؟ وبالتحديد عايز اتكلم عن حارس مرمى النادي الاهلي احمد عبد المنعم، واحنا عارفين ان في مفاوضات من فريق مصر المقاصه مع النادي الاهلي، وصلت لانهي مرحله طبعا هذه المفاوضات؟ بص، هو غالبا كده النادي الاهلي يعني مش هيوافق على انتقال احمد عادل الا بعد تكلم. بص، النادي الاهلي نادي كبير على فكره، تمام؟ يعني مؤسسه كبيره يعني. تمام. وبعدين بالنسبه للموضوع انا عايز اتطرق ليه برضو عشان يبقى ايضاح للراي العام. لما بيجي لك مثلا اي لاعب انت بتوري، يعني بس برضو اقول لك في البدايه ان يعني الناس بتقول شويه ان في تعنت من قبل فريق مصر المقاصه في مثلا تعاقد النادي الاهلي مع بعض اللاعبين اللي بيبقى محتاجهم، مثلا بيبقى من خلال مفاوضات، في المقابل بعض اللاعبين بيروحوا لانديه اخرى بمنتهى السهوله ويمكن في اقل من 24 ساعه. الاسباب ده ايه وتعليقك ايه عن هذه الجزئيه؟ وانت بتقول لي ان احمد عادل في الغالب مش هيجي، هل النادي الاهلي مش هيوافق بسبب هذه الجزئيه بالتحديد، ولا انتوا شايفين ايه لا انا بقول لك مش هيجي الا لما النادي الاهلي يتعاقد مع حارس مرمى تاني. مش معقول النادي الاهلي هيكمل بقيه الموسم بحارسين بس، صح ولا لا؟ انا بقول لحضرتك، انا بتكلم كلام منطقي مع حضرتك. تاني حاجه بالنسبه للي بيحدد الانتقال، انت لما النادي لما بيجي يطلب اي لاعب بيتعرض على الجهاز الفني، الجهاز الفني في احتياج ليه، احمد سامي، احمد مودي، في احتياج ليهم، في احتياج ليهم. ما تقولناش ان احنا في شهر يناير احنا مش لا الله بعد ما نخلص من الدوري، لان خاصه ان احنا موقعنا سيء في الدوري الممتاز. تاني حاجه ده الاحتياج. تاني حاجه موضوع المقابل المادي او كده، ده بتحكمه السوق، مش يعني هديك مثلا حسين الشحات مثلا
كان الاهلي يوقف عند 6 مليون، احنا بطلعنا اعرب 500,000 دولار، شوف الفارق اعرب بقول لحضرتك. فاذا يعني كل نادي بيحسبها من ناحيه ايه؟ من ناحيه مصلحته، صح ولا لا؟ مش حكايه ان هي وحتى خاصه في عصر الاحتراف ما فيش حاجه ان ايه حاجه سهله للنادي ده وحاجه صعبه للنادي ده، لا ما فيش الحته دي، بالعكس احنا مع النادي الاهلي. طب ما احمد الشيخ كان داخل فيه نادي الزمالك وراح النادي الاهلي، ميدو جابر برضو كذلك، هشام محمد برضو كان كذلك، على الرغم من نادي الزمالك كان المقابل بتاعه كان اكبر من النادي الاهلي بكتير. رغبه اللاعب في الاخر هي اللي بتحكم اكيد. تمام، بس برضو ما انا بقول لحضرتك ده رد على حضرتك، انت بتقول ان في تعنت او مفيش، لا مفيش الحته ديت، بالعكس يمكن اغلب صفقاتنا هي للنادي الاهلي، وحسين السيد برضو ما هو من عندنا صبر برضو كان بيبقى بسبب رغبه اللاعب، لكن رغبه اداره نصر مقصه اعتقد بتبقى مغايره في بعض الاوقات. لا ديت علشان خاطر احتياجنا، لان بالفعل احنا دلوقتي انت بالعكس احنا واخد داخل فينا 31 جون، طيب واجي احسن اثنين عندي اطلعهم يعني بالمنطق كده، ما انا مش معلش مش هفضل مصلحه الاهلي على مصلحتي، صح ولا لا؟ زي ما النادي الاهلي مش هيفضل مصلحه اي حد تاني على مصلحته هو، صح؟ انما هي العمليه بقول لحضرتك في الاول النادي الاهلي نادي كبير ما بيبصش للحاجات اللي زي ديت، لانه بيتعامل تعامل مؤسسي، تمام؟ ما بيقولش لا، يعني اكيد يعني الكلام ده كان سقطه بس، لكن بالنسبه للي جاي زي ده انا بررتها لحضرتك ان احمد عادل مش هيتنقل الا لو النادي الاهلي جاب حارس مرمى ثالث، ممكن يتنقل لينا نادي اخر، دي تبقى ايه رغبه النادي باذن الله. شكرا كابتن وليد. شكرا لحضرتك. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن وليد هويدي مدير الكره بفريق مصر المقصه بشكل عام، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، انه يؤدي اداء جيد ونتيجه جيده عشان يقدر من خلال هذه المباراه يحصد 3 نقاط اخرى نحو طبعا حفاظ على بطوله الدوري، وايضا نحو توسيع الفارق مع فريق الاسماعيلي ل4 نقاط، واكيد نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. عوده ليك يا كابتن فاروق. بشكرك امير.